ازيكم عاملين ايه؟ درس جديد هنرسم لوحة جميلة قوي. استنوا معايا هرجع لكم التفاصيل. ما تنسوش مش عامل سبسكرايب للقناة يعمل ولايك وشير الفيديو وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. رجعت لكم تاني. النهاردة هنرسم مع بعض خطوة خطوة وبالراحة خالص لوحة جميلة قوي. ارسموا معايا بالتفصيل وواحدة واحدة ورايا وهتعجبكم قوي ان شاء الله. Thank you.
وبكده نبقى خلصنا اللوحة بتاعتنا. هنبدأ نحبر بالقلم الحبر قبل ما نلونه. خلصنا التحبير ومسحنا القلم الرصاص كويس قوي. نبدأ نلون زي ما بأكد عليكم كل مرة، ما نستعجلش واحنا بنلون. انا هنا مسرعة الفيديو عشان الوقت بس ما يطولش عليكم، لكن احنا هنلون بالراحة وعلى مهلنا خالص. ممكن نرجع تاني نشوف درس ازاي نلون صح، نعرف ازاي نمشي بالتلوين وازاي الاساسيات بتاعتنا وازاي يطلع التلوين بتاعنا شكله حلو ومنتظم ومش مجرد شخابيط.
وفي كده نبقى خلصنا اللوحة مع بعض. يا رب تكون عجبتكم. عبارة عن يوم بتزحلق على الجليد بطريقة بسيطة وشخصيات لذيذة. أتمنى تعجبكم، وسيبولي كومنت عن رأيكم في الفيديو، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا اللي مش عامل سبسكرايب يعمل، ولايك للفيديو اللي دايما بيشجعني، واستنوني فيديوهات تانية كتير ان شاء الله على خير.